يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. لنبلش أسبوع جديد ونهار جديد بساعتين فيهم معلومات. بيقولوا أنه ساعات الصباح الأولى هي اللي بيكون فيها الذهن نقي وصافي لتقبل كل شيء فيه تنمية بشرية وكل شيء فيه فائدة ومعلومات طبية. كرمال هيك نحن حريصين مع ضيوفنا المتخصصين بمجالات مختلفة على اختيار أهم المواضيع اللي بتهم الشرائح المتنوعة. صباحكم خير، يسعد صباحك يا مشلين. صباح الخيرات لك كرد، وصباح الخير لكل يلي عم بيشوفونا على شاشتنا. يعني مثل ما قال ورد، فعليا هو بيطبق بالحرف الحكي يلي حكى. يوم كنت عم قله انه فايق بكير، اللي ايه فعليا انا فايق من الساعة 7 للـ9. من السبعة ايه، من السبعة للـ9، فهدول الساعتين بيستغلهم لحتى يكون في الذهن كتير متفتح، بيقدر يستقبل اي معلومة على السريع. ويمكن ساعتين على اساس انت من امتى فايقة؟ انا فايقة بس ما عم بدرس. ما عم تقرا. انتو الصبيان ما عندكم، او الشباب الصبيان، حسيت حالي بالمدرسه، ما عندكم لا ميك اب ولا شعر ولا شيء. فبتدرسوا اكثر من المهن اللي بتتطلب انه الصبيه تحضر حالها من الصبح، شعر ومكياج وكذا، قد ايه بتاخذوا وقت؟ ساعه ونص يعني تقريبا. ساعه ونص، ساعه ونص، ساعتين. الله يعينكم. تكون انت قديش درست؟ قريت يعني، بيكون شيء منيح على كل الممشن. ما نبين انه نحن من في الصبح وبنقرا على اساس نحن المثقفين وهالقصص، لا، بس في مهن، في مهن ضروري تفيق وتحضر اقل شيء اذا كنت بسلك التدريس، اذا كنت بسلك معين فلازم تقرا. هذا فرض اقل واجب، اقل واجب. ولكن عم نحكي عن مرض الكتاب كمان. صحيح، قديش مهم هذا الشيء، وقد ايه مهم انه انت بس هيك على القليل الصبح انه تعرف شو صار بالدنيا. اوقات الواحد بيكون مشغول، بيكون في نهار كامل مر، وخاصه ستات البيوت يمكن عم تطبخ، عم تنظف اولادها وغيرهم، والزلمه كمان بيكون بشغله فما بيعرف شو صار بهي الحياه. فهيك يعني ولو نص ساعه زمان الصبح فهنن كافيين لحتى الواحد ياخذ عناوين عن كل شيء مر. نحن بنتمنى انه عناوين حلقتنا لليوم تنال اعجابكم. يا ترى سمعتوا بمصطلح الاستقالة الصامتة؟ شو اسبابها الظاهرة وشو ممكن يتصرف الموظف لحتى ما يوقع فيها؟ اختراعات غيرت وجه العالم، مخترعيها كانوا من النساء، فيا ترى شو هي؟ الطابع البوهيمي في الديكور الداخلي عناصر مميزة مستمدة من الثقافة والطبيعة. وضمن فقرتنا الطبية لليوم، تأثير الاضطرابات الهرمونية ونمط الحياة على صحة البشرة والشعر. نقرأ لنرتقي، تحت هالعنوان انطلق معرض الكتاب السوري بمكتبة الأسد الوطنية. كتير رح نعرفها بحلقتنا لليوم، بس بما انه جبنا سيرة ستات البيوت بيكونوا هلا عم يشربوا القهوة وصافنين، شو بدي اطبخ اليوم؟ هذا السؤال الصعب عن جد، فالجواب كمان بيكون عنا مع الشيف تهامة. صباح الخير. يسعد لي صباحك يا مشلين. صباح الخير يا شيف. يا صباح النور يا ولد. الجواب عندي، الجواب على عندي طول. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب دائما اقدر عم ارضي كل ستات البيوت والازواق. لانه مرة اللي كنت ماشية بالطريق بالبناية عم شافني ولد هيك عمره 20 كذا، قال لي على فكره انا ما بحبك. قلت له ليه؟ قال لي لانه ستي اول ما بتفيق الصبح شو بتطبخي؟ بقوم تطبخ. قال لي ثاني مره اساليني شو بدنا ناكل، شو بتحب انت اكلات؟ قال لي مو معقول كل يوم انت شو عم تطبخي؟ ستي عم تعمل نفسه. قلت له خلص ثاني مره ان شاء الله نقدر نلبي كل الاذواق. اليوم بدي اعملكم معكرونه بالبشاميل، ولكن على اصولها دجاج مع خضره وبشاميل، معكرونه كل شيء. تمام، حنعمل البشاميل على الهواء باذن الله، حنشوف المقادير وطريقه التحضير بالتفصيل. شكرا يا شيخ. إذا بدك مساعدة نادلي. يا ريت والله. شكرا لك. بأي مكان على امتداد الأرض السورية مو مستبعد أبدا أنك تلاقي كنوز تاريخية ما أنا موجودة بأي مكان تاني بالعالم، فكل شعب مرق على هالأرض ترك إنتاجاته الفريدة عليها 100%. وأكيد كل السوريين شافوا وكل الأصيلين شعروا بالفخر والعزة لما
كشف الستار عن آخر لوحة فسيفسائية مكتشفة نادرة تعود للعصر الروماني. هذا الموضوع تم اكتشافها بمدينة الرستان بمحافظة حمص. لنعرف تفاصيل أكثر عن هالاكتشاف الأثري النادر خلونا نتابع هالتقرير. أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف أثري نادر تم العثور عليه في مدينة الرستم بمحافظة حمص، وهو عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني لا يوجد لها مثيل بالعالم. واللوحة المكتشفة عبارة عن مشهدين رئيسيين. المشهد الأول هو عبارة عن ثلاثة أطر ودائرة بالمنتصف فيها رسومات للملك آخيل اللي كان قائد الجيش اليوناني بمعركة طروادة، هو وعمئات الملكة الأمازونيات اللي وقع بحبها وكانت هي طرف الحرب المواجه للجيش اليوناني. والمشهد الثاني هو تجسيد لهرقليس مع ملكة أمازونيات ثانية، وحول الإطارات في رسوم لأمازونيات مع ملوك اليونان اللي محفورة معهم أسماءهم، وهي إشارة لقصة أسطورية معروفة بالنصوص الأثرية للملحمة الشعرية الإلياذة واللي بتحكي عن حرب الأمازونيات بمعركة طروادة ضد اليونانيين. اسم الأمازونيات بيرجع للغة الأمازيغية واللي بتعني النساء المقاتلات اللي بيدافعوا عن أرضهم بنجاح، والأمازونيات ارتبطوا بمناطق متعددة مثل اليونان وشمال أفريقيا أو بشكل أدق نوميديا القديمة. وحسب الأسطورة المتداولة فالأمازونيات عندهم عادة وهي قطع الثدي حتى يتمكن المقاتلات من استخدام القوس والنبال دون إعاقة. تعتبر هي اللوحة من اللوحات المهمة من الناحية الفنية والأثرية، وبلغ طولها لحد هي اللحظة 20 متر وعرضها 6 أمتار. وممكن تكون اللوحة الفسيفسائية استثنائية ونادرة على مستوى العالم كونها الأكمل، بيروي قصة حرب الأمازونات اللي بترجع للقرن الرابع الميلادي. قديش لازم نكون أشخاص فخورين بأن أبناء هاي الأرض، أبناء هذا البلد يلي بيحمل الكثير من التاريخ والإرث يلي يمكن كتار مننا ما نن حاسين فيه أو ما نن عاملين له قيمة ثقافية ورد. فعن جد يعني في شيء كتير حلو عم يقولوا أنه على امتداد أكبر تحت بيوت كتيرة ممكن يكون لسه في تكملة لهي اللوحة العظيمة. فإن شاء الله يا رب هيك كل التوفيق لكل اللي عم يشتغلوا ويعطيكم ألف عافية. لما نسمع كلمة اختراع غالباً بتتوجه أنظارنا لشخصيات مثل توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي وألكسندر غراهام بيل مخترع الهاتف، يعني للرجال تحديداً. تتجاهلوا شوي دور النساء بهذا الموضوع قديش هو مهم وقديش نحن ممكن نعمل إشياء، يعني وأنه وراء كل رجل امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل مفروض يكون كمان هو عم ينق عليها لحتى تخترع. رجل عظيم عم ينق يلا قومي اشتغلي قومي عملي. لا طبعا هذا من باب الدعابة، ولكن في على مر التاريخ نساء أثبتنا جدارة وهيك قدرة على مضاهاة الرجل ومجاراته، اكتشفوا أشياء مذهلة وعظيمة. ولكن إما الرجل مثلا غطى عليهم بعدد الاختراعات الكبيرة كونه هو متفرغ صحيح لهذا الموضوع، أو ما انذكروا بشكل مكثف. كرمال هيك اليوم رح نحكي عن اختراعات غيرت يمكن مجرى التاريخ ولكن كانت من تحت أيادي سيدات غيروا وجه العالم. تعودنا لما نحكي عن القدرة على إنجاز أكثر من مهمة بوقت واحد نعطي مثال عن السيدات، وهالشي لأنه علمياً أثبتت كثير من الأبحاث أنه المرأة بتتفوق على الرجل بقدرتها على القيام بأكثر من مهمة بشكل جيد وبوقت واحد. طبعاً هالموضوع مو بس بالشي اللي بتقدمه كربة منزل، إنما كمان بالأمور العلمية والمهنية على اختلافها. مع مطلع القرن العشرين كان 590 من براءات الاختراع المسجلة منسوبة لرجال، و10% فقط منها مسجلة بأسماء نساء. طبعاً هالشي ما نفى صفة العبقرية والإبداع عن النساء، لأنه السبب الحقيقي كان بالمصاعب والتحديات اللي تعرضت إلها النساء لإخراج ابتكاراتهم للنور.
بالإضافة لتعرض معظمهم لسرقة أفكارهم من الرجال. ومن أبرز النساء اللي قدموا اختراعات مفيدة للبشرية كانت بداية غريس هوبر، يلي بيرجع الفضل إلها بوضع كتير من مصطلحات البرمجيات وعلوم الحاسوب المستخدمة حالياً. وكمان قامت سنة 1944 باختراع أول آلة حسابية عملاقة بتماثل بحجمها حجم غرفة تقريباً وبلغ وزنها 5 أطنان. بالمقابل تمكنت العالمية مايا تيليكس من ابتكار جهاز لتجميع الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية لتخترع فيما بعد أول منزل بيعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%. أما الأمريكية نانسي جونسون فابتكرت ماكينة تصنيع الآيس كريم وسجلت فيها براءة اختراع عام 1843. ماريا بيسلي حاولت التوصل لفكرة بديلة لرسائل الاستغاثة يلي بترسلها السفن وغيرها طلباً للمساعدة والإنقاذ، لهيك ابتكرت ما يطلق عليها طوافة النجاة سنة 1882 يلي بتقدر تحمل العشرات في حالة تعرضت السفينة للغرق أو ما شابه. أما جوزفين كوكران فقامت باختراع غسالة الصحون سنة 1886 وكانت مكونة من محرك بدير عجلة داخل مرجل نحاسي، وهالشي طبعا لأنه كانت تكره كتير غسيل الصحون مثلك. جديد رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم، بدنا نحكي فيها يعني بداية عن الشغف يلي هو الدافع لتحقيق الإنجاز وترك بصمة مميزة وتحديدا ضمن بيئة العمل. هذا الشيء اللي كنا بنعرفه، بس اليوم عالميا عم يتم دراسة ظاهرة جديدة ورد منتشرة بين الموظفين أطلق عليها الباحثين اسم الاستقالة الصامتة. تماماً، يعني أنا تركت الشغل بس لساتني بالشغل. تمام، يعني أنا بدي أشتغل بالمؤسسة اللي بنتمي لها بس بالحد الأدنى 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 ولا شعرة فوق ذلك. يعني بيعاني من هالظاهرة كتير من الناس، وأكيد هلأ في عالم عم تهز براسة ورا الشاشات بتقول يي أنا هيك، وأنا من زمان هيك بالمؤسسة اللي بشتغل فيها أو بالشركة، وبيكتفي بأداء المهام يلي بيتكلف فيها من دون أي زيادة أو نقصان. والأهم ما في شغف، يعني أنا عم بحمل حالي وبفيق الصبح وبنزل على الشغل بس كرمال هالكم ليرة اللي عم باخدها آخر هالشهر. هذا الموضوع بيترك تأثيرات سلبية على الموظف أولاً وعلى المنظمة وبيئة العمل والمؤسسة ثانياً. لهيك رح نحكي اليوم عن تفاصيل هالاستقالة الصامتة وأسبابها مع اختصاصية بإدارة الموارد البشرية الأستاذة اللي تعودتوا عليها معنا دائماً شيرين قسومي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخيرات ست شيرين، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. إذا بضيف على الكلام اللي قاله ورد أنه أنا عم بشتغل رح أشتغل بس على قد المصاري اللي باخذهم آخرة الشهر، يعني هيك بشعوري تجاه كلمة الاستقالة الصامتة. خلينا نعرفها علميا شو هي، يعني نحن حكينا أمثلة واقعية ولكن العلم كيف عرفها؟ هلا شو كنا عم نحكي تحت الهواء، قلت لكم مثل ما الست بتقول لزوجها انا قاعده معك مشان الاولاد، انه يعني هي مضطره تقعد وعم تقدم المينيموم للعلاقه. هي اسمها كوايت كويت. للاسف هلا جديد ترندز برا شافوها بعد الكورونا. انا برايي نحن بهالعشر سنين تفاقمت بسوريا كثير الكوايت كويت، وشفتها كثير بشركات كثيرة. هي لما بتجي مأخر الصبح وبتجي بالزور وبتطلع بكير، لما بتحاول تهرب هيك أثناء الدوام من كتر ممالك خلق، لما بتحاول حتى تتهرب من الالتزامات الاجتماعية اللي خاصة بالشركة اللي أنت فيها، لما بتحاول ما تقعد بالاجتماعات المطلوبة منك، وإذا قعدت بالاجتماع بتقعد متزمر وما بتشارك، لما بتعمل مثل ما قلت الضروري كثير المينيموم يلي موجود بالتوصيف الوظيفي المهام الأساسية اليومية بدون أي زيادة أو نقصان، لما ما بتشارك بالتخطيط أو بتحاول تعطي أفكار جديدة للتطور، لما بتزداد الإجازات العرضية كثير والإجازات المرضية هذا كمان ناقوس، ممكن تكون هي بداية أصلاً لاستقالة كاملة.
هدول كلهم هنين الكويت كويت. تماما كويت كويت، استقالة صامتة. شو اللي بيوصل الموظف لهذا الموضوع؟ يعني كمان كنا عم نحكي تحت الهواء عن تداعيات الأزمة السورية، فعلا اجت الأزمة السورية وخلت أصحاب وأرباب العمل نوعا ما يتراخوا ويأمنوا إنه أنا بيئة العمل شو ما كانت سلبية فالموظف بحاجتي. عم بحكي صح ولا لا؟ 100% هو انعدام التنافس برا وخوفي إني أنا أقدر أحصل على فرصة أفضل بيخليني مضطر أقعد وانضغط ومرق الأشياء اللي ما بتزعجني وأكبس على الجرح ملح, بس هي الأساسيات. خلينا نقول إذا كانت الحالة مثالية وفي كويت كويت شو بتكون الأسباب؟ بتكون أولاً أنه الشركة ما بتآمن بالتطوير، فالمدير اللي عندي ما بيعمل شيء اسمه انريتشمنت أو لارجمنت، يعني أنه أنا ممكن أشوف مشلين متميزة بمهامها وحفظتهم وبلش يصيروا بالنسبة إلى روتينيات. لازم يكون عندي أنا كمدير الوعي أنه أنا كيف بدي حافظ على مشلين اليوم بمكانة إذا أنا مو قدران فوراً أعمل لها بروموشن. لازم أعطيها مهام إضافية جديدة تحفزها وتحس أنه هي عم تطلع من الروتين وعم تطلع خارج الصندوق وعم يصير في عندها تحديات تانية. شو إذا كانت الشركة ما فيها سكسشن بلان وكارير باث، إذا أنا ما عم بقعد مع ورد شايفه لورد كتير ضاوي ولامع نجمه، وهذا الزلمة إذا ما قدرت أعطيه إشياء إضافية بتصير دائما نحن منشبه حلقة الموظف من تشيكن لمونكي لهيك، بعدين آخر شيء بنسميه نسر بيطلع بتصير إذا ما حافظت عليه. بدي نادي لورد قل له أنت شو عم بتفكر بالمستقبل؟ وين حابب تكون؟ شو بدك تعمل؟ سكسيشن بلان والكارير باث مش المسار الوظيفي لازم يكون طويل واضح ومضوى. نحكي عليه لازم يكون واضح ومضوى. إذا أنا ما بعرف شو الهدف تبع الشركة، وين رايحة شركتي السنة، شو الأهداف تبعها، إذا هالأهداف ما إلهم مؤشرات مقياس أداء بسموه KPI واضح، وهالKPI لازم يعني ينسقط علي أنا كموظف كجولز كأوبجكتيفز كأهداف واضحة. هي الأوبجكتيف تكون سمارت، يعني شو بنسموها سبيسيفيك محدد، ميجرابل قابل للقياس، أتشيفبل قابل للتحقيق، تايم باوند يعني يكون فيها حتى معيار وقتي. فإذا أنا ما بعرف أهداف الشركة اللي أنا بشتغل فيها، هالأهداف وين بتنسكب عندي على التوصيف الوظيفي تبعي، شو الأهداف الخاصة تبعي، وهالأهداف تكون واضحة ليصير عندي تحفيز. إذا هاي الأهداف في حال أنا حققتها ما في إيفاليويشن آخر السنة، تقييم لأنا قديش حققت، وهالتقييم إذا عم يصير أو لا وكيف عم بيصير، وهل هو مرتبط نرجع منقول بالبروموشن أو بالكمبنسيشن، قديش أنا بعد ما حقق أهدافي قديش عم يتعوض علي تطوير أو مزايا ومنافع لشغلي. هذا كله بيأثر. إذا نحن من الجنريشن واي وزد ومنآمن كتير بالورك لايف بالانس، وبالشركة عنا ما عم بيقدروا أهمية هالتوازن اللي أنا بدي إياه بحياتي، وعم يطلبوا مني أقعد إكسترا أور كتير بغض النظر إنه أنا ما عندي هالتحفيز أو هالمزايا ومنافع أو ما لي شايف الديد إند اللي أنا لازم أضغط على حالي مشانه. فأنا بقول لا خليني روح، أنا بدي أعيش حياتي كمان، فأنت عم تطلب مني إكسترا أورز وأنا ما لي شايف منها لا تطوير على المستوى الإنساني ولا الشخصي ولا على الكومبنسيشن تبعي. فأنا بقول لا بدي أعمل التوازن تبعي الاجتماعي، هذا أهم لي من الإكسترا ووركينج أورز. هدول كلهم بيخلوني روح باتجاه الكويت كويت الحقيقة. تمام. ما بعرف ست شيرين قديش فتحت جروحات يعني لكتير أشخاص عم يشوفونا وعم يسمعوا هذا الحديث. يعني للأسف الكتار من الشركات وما بدنا نقول 95 أو 99 ما أنا موجود هذا الحكي فيهم للأسف. نتمنى أنه لا نصير فعليا نفكر بهاي القصة. ما بعرف قديش صاحب العمل ممكن يقول أنه لسنا الأفضل ولكننا الوحيدون، مضطرين أنه أنتوا تكونوا موجودين عنا، ولكن ما عم يفكر هاي الانعكاسات السلبية أنه هي ما أنا بس على الموظف طبعاً. قديش ممكن انعكاسات هاي الظاهرة، ظاهرة الاستقالة الصامتة، تكون سيئة على الشركة طبعاً. بحد ذاتها طبعاً. في مقولة كان بيقولوا أنه قديش مكلف أنه ندرب موظفيننا، فيرد عليه الطرف الثاني يقول له قديش مكلف أن لا ندربهم.
اليوم انت اذا احتفظتي بقوة عاملة سلبية عندك، هي القوة عم تعمل المينيموم، هي اذا كانت اخلاقية، ممكن حتى تكون قاعدة ما عم تعمل شيء، وممكن تكون قاعدة وعم بتسيء. انت عم تهدري وقت، عم تهدري انتاجية، عم تهدري فرص، عم تهدري ارباح، تمام؟ عم تقللي انتاجيه الشركه، عم تقللي الجوده تبع الشركه، فبالتالي عم تفقدي فرص، فبالتالي عم تتراجعي. هذا التراجع عم يصير على القوى العامله وعلى الكاليبر اللي عندك، يعني كل البلد معناتها عم تتراجع. لما كلياتنا منفوت بهي الحاله تبع الكوايت كويت، كل حدا فينا بيصير بيسال ليش بدي اتعلم شيء جديد، ليش بدي اطور مهاراتي، ليش بدي احفر الصخر، ليش بدي اضغط على حالي. ولا مجهودي باين ولا عم باخذ مصاري منيح، تمام. ولا في ترقيه ولا في مسار وظيفي واضح، فبالتالي الشخص عم تتراجع قدراته، الفرق يلي كنا عم نحكي عليها عم تتراجع انتاجياتها، معناتها المنتج اللي عم يطلع بالنهايه شو ما كانت هي السرعه، ان كانت فكريه او حتى سلعه خدميه، هي كلها عم تتراجع. معناتها الشركات عم تتراجع وانتاجيه البلد كلها عم تتراجع. اليوم ليش بالعالم خايفين من الصين؟ لما كانت الصين عم تنتج الغرض السريع يلي بيخرب بعد دقيقتين ما كانت بتخوف، لما طورت انتاجيتها وبلشت تقدر تخلق شيء بينافس بجودته الأوروبي والألماني والياباني والأمريكي وبتكلفة أقل، بلشت تصير اسمها المارد الصيني، لأنه كل الناس طورت من الفرد باتجاه المؤسسات، فبالتالي اقتصاد، فبالتالي دولة. فبالتالي منصير كلنا كأنه منتج صيني سيء الصنع، بس مو من المنتج الصيني الجديد. تماما، هذا اللي تعودنا عليه للأسف لما صار في وسمة للبضاعة المستوردة. ممكن ما يكون هيك كانت البضاعة، ولكن اللي بيستوردوها لعنا كانت، أو لبعض الدول ما كانت بالنخب المتوقع. خلينا نروح ختاما، أنا كيف ما بدي وصل لهي الاستقالة؟ اليوم لا ننتظر من بيئة عمل هي تدعم موظف، لأنه القاعد عم يشوفنا على التلفزيون حيقول إيه، تعالوا اقنعوا الإدارة اللي عنا، تعالوا اقنعوا شركة التعهدات اللي أنا بشتغل فيها، تعالوا اقنعوا شركة الاتصالات اللي أنا بشتغل فيها. كيف الموظف نفسه لما يوصل بهيك أعراض اللي سمعها من الأستاذة شيرين اليوم، لازم يعمل شيء؟ طبعاً لازم يدور على بديل يستقيل استقالة تامة، ولا لا كمان يضغط على جرحه ويقول لا بدي أعطي شغف بالعقد الوظيفي اللي أنا فيه؟ هلا ليك، أول شيء قبل ما أحكي مع الموظف هو هذا الشيء العملي والمنطقي الأساسي، بدي أحكي مع المدراء يلي هن كمان موظفين، واللي لازم يعرفوا أنه هن لما بيكونوا مدراء هن مو هي إشارة على كتفه مثل رتبة الجيش، وهي رتبة شرفية ليشوف حاله فيها على الموظف تبعه، هي مسؤولية، مسؤولية على مستوى المجتمع، ومسؤولية على مستوى الفرد، ومسؤولية على مستوى المؤسسة. أنا لما بكون مدير أنا مسؤول عن حياة أشخاص تابعين لي، لازم طورهم مهنياً وفكرياً وإنسانياً، وحياتهم مرتبطة فيني، وعندهم عندي التزام تجاههم مثل ما بيكون عندي التزام تجاه عائلتي وولادي. لازم يكون حاطط الموظف بصورة الأهداف اللي الشركة عم تشتغل فيها، وإذا الشركة ضعيفة أنا كمدير قسم لازم يكون عندي أهداف لقسمي، لازم شارك الموظف تبعي فيها، ولازم حطه بصورة هالأهداف، لازم اتشارك أنا وياه بوضع الأهداف الأصغر اللي بتخلينا نصل للهدف الكبير. حسسه بالانتماء، لازم حسسه بالانتماء. لازم الأهم من التقييم تبع آخر السنة هي الرحلة تبع التقييم، أني أنا دائما قاعد مع الموظف تبعي عم بسأله شو اشتغلت، شو عملت، شو أنجزت، عم قل له برافو. هي الربطة هيك على الكتف كتير مهمة. كثير في موظفين بيقعدوا بشركات مع انه عم يقبضوا رواتب اقل من شركات ثانيه، بس لانه مرتاح بجو العمل مع مدير مقدر وعم يطوره وعم بيدربه. صدق هدول بيحافظوا على الموظفين لو ما كانوا باي ليدر بكل الدنيا. لازم انا شوف شو الصعوبات اللي عم تواجهه للموظف بشكل يومي وعم تخليه يتاخر بتحقيق اهدافه، وحاول ذلل هي الصعوبات. لازم اشتغل معه للموظف اللي هو كمان عنده دور
على حاله، دائما يكون بحالة تطوير دائم لحاله بغض النظر إذا قاعد بهالشركة اليوم طول عمره ولا عم يفكر بالمستقبل لشركات تانية. لازم ساعده وأرجيه أنه طريقنا واحد، أنه أنت وين حابب تطور حالك أنا بقدر علمك إذا قدران أعطيك المعلومة، إذا مالي قدران أعطيك المعلومة ممكن أنا أطلب من الإدارة تسجيلك بدورة معينة، ممكن ساعدك جيب لك خصم من دورة معينة، لازم ساعدك. إذا أنت فايت بحالة روتين أنا ممكن أعمل برمة بالقسم تبعي، أنا مثلا كثير أوقات بالإتش آر بس نوصل لحالة من الركود وأنه كلياتنا كثير شاطرين، يجي يقول لصبيت الركروتمنت استلمي البرسونيل والبرسونيل استلمي الركروتمنت، تدوير على المكاتب، نعمل تدوير وبالتالي نحن عم نتم نتطور. كثير المدير المباشر له دور كثير مهم بتطوير الموظف على المستوى الشخصي الإنساني الفكري ويحسسه أنه هو مهم ويأسس له لولاء ولتطوير ويخليه يشوف السقف تبعه ويأرجيه أنه هذا السقف اللي عم يتطلع عليه مو شرط يكون بس بهي المؤسسة، ممكن يكون بأي مكان تاني، إن هو إذا جدف بالطريقة الصح وبالاتجاه الصح فهو بيتطور، إذا مو بهالمكان بمكان تاني. أوكي، يعني أنا لازم أختم بس 15 ثانية، نرمين عم تنقصرت بالكنترول. 15 ثانية، عم بتخيل يا مشلين موظف بفيق الصبح ماله مبسوط مع زوجته، في طلاق عاطفي ببيته 100%، بيجي على شغله ماله مبسوط ببيئة العمل، في استقالة صامتة ببيئة العمل، بيرجع بالميكرو بعد ما ينطر بيرجع كذا. الله يعين العالم يلي عم تعيش اليوم بهالبيئات، نتمنى الفرج قريبا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحي. شكرا ست شيرين، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. وهلأ صار الوقت نغير جو، يعني هيك إنه طلعوا من المود شوي، روحوا شوفوا طبختنا لليوم. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي كانوا عم يتابعوا قبل شوي الفقرة، ولا بلشنا مثل ما كانت عم تقول مشنين خلينا نغير جو لحاله الواحد ما بناقصه اكتئاب. ما لهيك دائما أهم علاج للاكتئاب هو أنه نعمل أكلة طيبة لذيذة وسهلة، يعني نوعا ما يكون المقادير تبعها موجودة بكل بيت. اليوم رح نعمل أنا وياكم البشاميل على أصوله بدجاج، يعني تعتبر هي ما فيني نقول عنها وجبة ثانوية لأنه بتدخلها دجاج، يعني أكلة بتشبع. خلينا نتعرف أنا وياكم على المقادير. هلأ أنا بصراحة اليوم اخترت هذا النوع من المعكرونة، إلي فترة عم بختاره وعم حبه كتير. للبشاميل هأحتاج كمية من الطحين، زبدة، فلفل أبيض، برشة جوزة الطيب، طبعا هأحتاج شوية ملح مع لتر من الحليب. على الوش إجباري بدي شوي من الأشقوان. هون عندي قطع من الدجاج، ممكن تضيفوا هون عندي هون درع وفطر، وهون في عندي ملح، وهون عندي مجموعة من البهارات بدي تبل فيهم الدجاج وشوي من الزيت النباتي. سهلة لذيذة، بما أنه اليوم سبت يمكن اليوم يكون عنا شغل كتير نقول بدنا نعمل أكلة خفيفة، لأنه نحن أكثر الموظفات بيتركوا يوم السبت للشغل، لهيك اليوم رح نعمل هيك أكلة تكون على السريع تصير، ونسبة كتير كبيرة مننا بيحب أكلة البشاميل. هلا هون أنا بلشت عندي تغلي المي، حطيت شوي من الزيت النباتي بس هأرجع أضيف شوي، ورح أضيف عليه هون سوري شوي من الملح. هلا رح أقيمه وأضيفه. والله انا عم فكر ضيفهم شوي كمان فوقهم، يعني تقريبا حيث انه يكونوا نص كيلو هيك تمام، عشان اذا نقرشت لي كم وحده ما تنقص البيركسه. هلا حسبتها ما كنت حاسبتهم هدول. هلا رح نروح على الطنجره، بس ما حشعل تحت الغاز، خليني اول شيء تبل الدجاج. هلا انا انتبهت على شغله، الدجاج عندي حسيته يعني أنا بدي الأكلة ترمي معي شوي، لهيك رح أقطع قطعة صغيرة شوي، كتير حسيتهم كبار بس مشان ما نطلع صوت وقت يكون في عنا فقرة. أنا وقت بكون عم طلع غرض هيك عم بكون عم أعمل. خلينا نصغرها بهذا الشكل، يعني مربعات صغيرة. هلا ممكن تكون عم تسألوا انه بتزبط بالفخاد؟ ما بالفخاد صعبة، في ناس تقول لك انا ما باكل غير فخاد، بصراحة صعبة ما بتزبط كتير الا اذا حبيتوا تسلقوهم وهي ما بتلبق لها.
هلا هيك تقريبا صار قياسهم كثير منيح. هلا انتم بتحبوا تحطوا معها بصله وتوم فيكم، انا اليوم حاببتها تكون هيك لذيذه وهيك يعني كده كثير قويه، لهيك بس حاشلح واحد، لهيك اليوم رح استبدل بودره البصل والثوم المهروس يعني الاخضر ب طلع ما في كف ب بودره الثوم وبودره البصل. حاحاول ما احط ايدي هون هو مثل ما انتم شايفين عندي. هلا حشعل الغاز لانه بدنا نقليه. حضيف شوي زيت زبده ما بيأثر، انا بس بدي اقليهم شوي مع الخضره. البهارات تبعونه شوفوا شو سهله. طبعا هلا انا دائما يعني اللي بيتابعوني على طول دائما بقول لكم انتم اللي بتحبوا الطعمه اللي انتم بتحبوها ضيفوها، بس حاولوا ما تكتروا شغلات فيها الوان يعني البابريكا الكركم هدول الشغلات، لانه انا بدي البشاميل يضل لونه ابيض، يعني انا ما بدي الدجاج يكون بهري، انا ما بعمل شيء طاوي يعني انا بدي اعطيه تتبيله كثير خفيفه، لهيك اخترت هدول الكميات اللي كثير قليله. حتى اذا انتبهتوا هون البابريكا بتعطي طعمه طيبه بس كثير خففتها. هون في عندي مع بعضهم بودره ثوم بودره بصل، هون في عندي هيل ناعم، بهارات مدخنه، فلفل اسود وشوي من الاوريجانو رح اقيمهم وضيفهم عليهم. احط عليهم شوي من الزيت النباتي مع رشه من الملح. اهم شيء نحن نعرف هون حطيت ملح ما هون حطيت ملح ما كثر. وهيك صارت عندي تتبيله الفروج الدجاج جاهزه. هلا رح نقيمها ونقلبها. مثل ما قلت فيكم مثلا حطيتوا الزيت ممكن تضيفوا بصله ناعمه وثوم مهروس اذا ما عندكم، عندكم بودره ثوم وبودره بصل ضيفوها بتعطي طعمه كثير طيبه، ولاحظتوا يعني تقريبا هيك يعني بلشت تجهز معنا، هلا رح اقيمهم وضيفهم. حخليهم يتقلوا، شو الشغله الوحيده اللي بدي اعملها هلا انا متى ما تقلوا عندي رح اضيف عندي هون مثل ما انتم شايفين، ليش اليوم عم بنسى اسم الدرة؟ ما بعرف، يعني اكل درة امبارح كثير، درة وفطر هدول الاثنين رح ضيفهم فوق منا وما رح اعمل شيء لحتى ترجعوا لعندي بعد شوي ونطبق انا وياكم ويمكن ها حدا يشاركني بتطبيقة البشاميل. يسلم ايديك. الله يسلمك. كثير كثير صعبه البشاميل كثير ما بدها خمس ايدين. انا هلا قلت قبل شوي ليش اليوم اخترتها، نحن دائما بننقي يوم السبت والموظفات ليساووا فيه البيت تمام، ايه بقى بدهم اكله هيك سريعه ولد، قوم اعمل لهم محاشي من عند الصبح يقوم يقعدوا يطبخوا بيوم بعدين الله يسعدك بدك يعني من عند الصبح خليني يوم السبت كمان انا ريح شوي. الله يعطيكم العافيه شكرا. يعني انا كمان بتعب على فكره في كثير عالم تستصعب فكره البشاميل انه بتزبط، لا ما بتزبط يمكن مدري شو يصير فيها، هي كثير بسيطه هو اذا مشينا على العيار تمام صدقيني، وهي اهم شيء تكون ايدها المراه كثير سريعه اذا يعني استنيتيني اجي حرك حركي قبل ما اجي والله خلص. شكرا شيف. شكرا شيف. صار الوقت مشاهدينا لنشوف التمارين الرياضيه الصباحيه مع الكوتش. صباح الخير، انا كوتش ملال المصري، اليوم رح اعلمكم كيف تقدروا تعملوا تمارين سواء كنتوا مبتدئين او متقدمين، يعني اذا شفتوا تمرين صعب اعطيكم انا الخيار الاسهل اللي انتم فيكم تنفذوا فيه بنفس التمرين ومع الوقت يتطور ادائكم لتصير توصلوا للمتقدمين فيه. طبعا بعد الورم اب اكيد التمرين الاول اللي رح نشتغله هو تمرين ننزل للارض ندق ارض تحت وبنقوم فوق 1 2 3 4 6 7 عند اخيره 8 اوكي. نلعب التمرين في حال كنا متقدمين، مع الوقت كل ما تحسنا بنزيد صوت التمرين رح نعمل جمب سكوات 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا كان تمريننا الاول. التمرين الثاني حناخذ فيه لومبل في حال كنا مبتدئين، نبدا تمريننا هو سكوات تحت نقوم فوق نعمل بايسبس 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا في حال كنا متقدمين نزيد صعوبة شوي سكوات نطلع بريس لفوق 1 2 3
4 5 6 7 8 نريح. التمرين اللي بعده هنعمل سايد لانجز مع وحده دمبل. ننزل تحت سايد لانجز نرفع ركبه ونرجع دم 1 ركبه 2 3 4 5 6 في حال كنا مبتدئين نلعب التمرين من ثبات نزل ثاني تحت ونبدل. طبعا بهديك التمرين التمرين اللي قبله بنعمله جهه يمين ويسار 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نعمل بيربي رجلين مفتوحين قد الكتاف ننزل تحت نرجع خطوة خطوة نتني فوق بنقوم 1 4 5 هذه أخيرة 6 في حال كنا متقدمين هنعمل بيربي جمب 1 2 3 4 5 6 7 هذا هو كان تمرين اليوم. نشوفكم بحلقة جديدة ويعطيكم العافية. صباح الخير عن جديد. إذا كنت من محبي الطبيعة أو بيعجبك التنوع الثقافي للحضارات بالعالم وبتلفتك الشغلات القديمة واليدوية أنت منهم؟ واحد منهم وبقوة بتقدر تترجم كل هاي الأمور داخل بيتك وبتفاصيل بسيطة لما تعرف أكثر عن الستايل البوهيمي بالديكور الداخلي. يا سلام هذا تابع ستايل. فقرة معنا هتابع معكم هشوف الإعادة بصباح الخير على قناة سما. الستايل البوهيمي او اللي بيدخل فيه شوي الفينتج او اللي بيدخل فيه شوي التعشق الثقافي بين الحضارات لحتى نعرف اكثر عن الالوان والاقمشه وموديلات المفروشات الداخليه بالستايل البوهيمي صارت معنا مهندسه العماره الاستاذه سمارة يوسف. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي. صباح النور. صباح الخيرات. اهلا وسهلا فيكي. يعني يمكن بوهيميان ستايل في كثير اشخاص بيقولوا لك شو هو او في اشخاص بيقول لك ايش هو كراكيب هيك جنب بعضها بنركبهم جنب بعض وخالصين. خلينا نحكي اكثر شو هو الستايل البوهيمي. اول شيء خلينا نحكي منين اجت هي التسميه اللي ستايل بوهيمي. بوهيمي هي كلمه فرنسيه بتعني الغجر. هني كانت مجموعه مهاجرين غجريين هاجروا الى فرنسا حتى كان انه كل اديب او مفكر اسلوب حياته مثلا او سلوكه غير مألوف كان يسمى البوهيمي. من أهمهم كان فيكتور هوغو كان بروايته البؤساء تبنى ظواهر الحياة البوهيمية. ففينا نقول إن البوهيمية هي نوع من أنواع الديكور بسيط وعملي وبيحتك بالطبيعة. فينا نقول تمام. يعني رجعتينا لكاساندرا رجعتينا ل هاي الألوان الكتيرة ولكن اللي بتجي باستيل غالبا. شو الألوان اللي بتطغى على الستايل البوهيمي؟ اللون الأساسي هو اللون الفيروزي هو اللون المفضل عندهم. يعني عن اللون الزهري الأخضر الأزرق ألوانه كتير زاهية تعتبر. الفيروزي اللي بنقصد فيه تدرجات الأزرق اللي بتكون تماماً بين الأزرق والأخضر. أي تمام هذا اللي بيكون الأخضر المزرق أو الأزرق تمام المخضر. تمام يلي بدك يا يلي بدك يا كل درجاته كل درجاته كل درجاته. طيب مثل ما حكينا أنه بالستايل البوهيمي إذا منشوف صور لهذا الستايل منلاقي شيء من الطبيعة منلاقي فيه تنوع بالثقافات من بلدان مختلفة من ثقافات مختلفة بالإضافة لهيك عجقة أو فوضى منظمة إذا فينا نقول عنها. في أساسيات لهي الفوضى؟ يعني هي ما أنا فوضى عشوائية طبعاً.
هلا القاعدة الأساسية عند اعتماد الستايل البوهيمي إنه أنت تختار لون أساسي وتشتغل عليه وقطع أساس بتحددها وبعدها بتدمج كل قطعة ديكور مع هي القطعة، هي القاعدة الأساسية. ثاني قاعدة صحي أحيانا هي العشوائية ممكن تكون منظمة ممكن تكون غير منظمة، يعني بالحالتين هي بتختصر الستايل البوهيمي. بالنسبة للأكسسوارز اللي أنت حكيتي عنهم صح بيروحوا للشيء بخص الثقافات المختلفة، عندنا شيء بخص الهند، عندنا أفريقيا وعندنا المغرب، كثير التحف الفنية اللي عرفتوها الخشبيات اللي بخصوا أفريقيا وبتكونوا ملونة كثير معتمد به الستايل البوهيمي. عم نشوف هلا صور من الستايل والالوان قديش هون زاهي ومعتمدين الفيروزي اللي حكينا عنه كثير، معتمدين لون واحد وعلى اساس الديكور بيتوزع. يا سلام، على فكره في احساس غريب بس نشوف هالصور بالراحه أو لما نعمل غرفه ببيتنا بهالستايل او ما بدنا غرفه يا اخي تكلفه عاليه كورنر صغيره او قطعتين هيك بوهيمي كثير حلوه. في فازات صينية بيقولوا لك كانوا أهل أول بوهيمي؟ بوهيمي كانت مزخرفة، أي شيء بخص الزخرفة رحنا بوهيمي. حتى إذا أنت حابب هي الكورنر تكون ممكن تروح للخيزران والخشب والخيزران كثير بيعبر عن الستايل البوهيمي وممكن تدمجه مع اي نوع ستايل اذا كان كلاسيكي ولا كان مودرن ولا نيو كلاسيك. يعني هيك فينا نقول انه اذا انا بيتي كلاسيكي او انا داخل اي يمكن من الديكور اللي موجود ببيتي بدي غير تفصيل صغير ما بدي هلا نعرف كلياتنا قد ايش صار التكلفه جدا عاليه فما في مجال انه الواحد يغير طقم الصالون كلياته مثلا. كيف ممكن انا ادخل الستايل البوهيمي؟ هلا انت قلتي الكلاسيكي، بصراحه الاشخاص اللي بيحبوا شيء كلاسيكي اصعب اشخاص ممكن يروحوا للبوهيمي لانه بيكونوا كثير بيحبوا الفخامه والالوان الذهبيه يلي هي كثير بعيده عن البوهيمي. هاي الحاله مثل ما قال ورد بنعمل له كورنر كثير بسيطه، ممكن مثلا قاعده جنب الشباك او مثلا عند التلفزيون او هيك شيء. اما بالنسبه للمودرن قادرين نخلط هدول النوعين ببعضهم اكثر، ممكن مثلا نحط وسايد كثيره. من خواص هذا الستايل انه نحط وسايد ملونه ومزخرفه، ممكن سجاد كمان ملون او قطع الكراسي الصغيره اللي بتكون من الكتان او من الصوف، كثير ممكن تحرك وبنفس الوقت انت ما غيرت الستايل او ممكن تكون تكلفه ما كثير قويه. تمام، هلا جايين على شتويه، جايين على سجاد، جايين على كتان وصوف كثير وكنكنه، فما بنطلع من البيت فبنكتئب، فحط الوان بغرفتك غير ممكن تكسر هاي النفسيه. طيب صح. في نباتات معينه شفتها بالصور وكمان لما بنبحث على جوجل بيطلع لنا نباتات خرج تكون للديكور البوهيمي، شو هي النباتات؟ هلا اول تعريف للبوهيمي هو يعتبر نوع من انواع الديكور الحر وما عنده قيود، فهذا بينعكس على النباتات، انت فيك تستخدم كل انواع النباتات كل قياساتها، يعني ممكن تشوف الصبار الكتير صغير مع القطع الكتير كبيره، ممكن تحطها بطريقه منتظمه وطريقه غير منتظمه، فبنرجع بنقول هو حر فانت مالك مقيد بنوع، يعني بس المحبذ هو الصبار يعني. تماما، في لوحات كمان بوهيميه مثل ما ذكرتي، في عصور النهضه اللي كانت بأوروبا كان في بعض الفنانين يرسموا لوحات فسروها لاحقا بمدارس بوهيميه. صح، هي لها علاقه بالقرن 19. صح، المدارس اللي بلشت بالبوهيميه بلشت بهي الفتره، فكثير من الرسامين تبنوا هي الفكره حقيقة. مع محاولات سابقه بتسبق هالموضوع ولكن انا قلت انه لاحقا سموا بوهيميه. شو بدي اختار لوحاتي انا بهيك ديكور؟ اول شيء قلنا بنحدد اللون الاساسي المعتمد بالغرفه، يعني انا اذا مثلا حددت اللون اللي هو محبذ الفيروزي انا ما فيني اروح لالوان كثير معاكسه، بس بنفس الوقت فيها تكون الالوان جريئه، انا بحبس مثلا بهي الحاله روح لالوان الزهري، الوان مثل ما انا شايفين مثلا الحيط هون ازرق بس يلي بالحيط هو على زهر او على حمار. فهدول اللونين صح قوايا بس بالبوهيمي بتحمل هذا الشيء، لهيك قلت لك بالكلاسيكي ما بتحملوا هي الجرأة لهي الدرجة وهي العجقة اللي موجودة. بس عن جد كثير حلو مثل ما قال ورد، النفسية محتاجة انه الواحد هيك يغير شوي ولو شغلات بسيطة بالبيت لحتى نحس انه نحن غيرنا الديكور بشكل عام. سمارة اهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير على وجودك معنا لليوم. شكرا كثير، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي.
صباح الخيرات عن جديد لكل يلي عم بيشوفونا يلي هلا فاقوا صحصحوا حضروا فنجان القهوه ما كانوا عم يتابعونا من الاول مخربطين انا مش شيف تهامة رح ساعد اليوم للشيف تهامة بمعكرونه بالبشاميل يلي عم تعملها وبدك تخبري شيف يلي أكيد. هلا بلشوا يحضرونا شو أكيد. حضرتي بس قبل حابه خبرهم صح هي مش شيف تهامة بس هي ببيتها شيف صدقا عن جد ما شاء الله عليها يعني سفر بتعمل وعزايم يخزي العين عن جد ما شاء الله عليك يا مشني لانه اكثر الناس بيفكروا انه اللي بيطلعوا على التلفزيون او شو بتعرف تعمل شيء بتكونوا قاعدين ايه لا في رجل على رجل وقاعدين بالصالونات مرة لا مره اجاني هيك مسج انه انتم مو بتضلكم عم نقضوا فيكم ما بتتحركوا ايه هن هيك مفكرين بس عن جد للصراحه انا شفت بعيني ما شاء الله عليك عن جد يعني سبقتيني حتى لك لا لا هل بيقولوا على بيت مستو العين ما بتعلى عن الحاجب تفضلي خلينا نبلش هلا رح نرجع اول شيء نرجع نصبح عليهم من اول جديد يسعد لي صباحكم عن جديد اليوم عملنا يعني اليوم هيك لحالي متوقع انه اليوم سبت وعم نعزل وعم نشتغل وعم نضبط صيفي على شتوي بقى اليوم عم تكون اكله خفيفه اللي هي شو اسمه معكرونه بالبشاميل هلا انا شغلات كثير بسيطه اللي انا عملتها هو مثل ما انتم شفتوا انا بحب مشلين وقت ما بساوي هي المعكرونه نقي هي احنا بنقولها ديربي بس هي بوري يعني مصرح بيقولوا لها ديربي تعودنا وسلقتها وصارت معي بهذا الشكل واذا انت مثل ما انتبهتي انا حطيتها بالطنجره بتبرد بعدين بحطها بالمصفاي لانه بدها تكثف انا شايفه تمام يعني بنخليها بميتها مثل ما هي الطنجره مثل ما هي الطنجره ساطه بميتها السخنه بحطها تحت المي لحتى تبرد المي بعدين بقلبها على المصفاي اما لما بدي اجي اجيبها على المصفاي ودغري حتى السباكيتي ما كثير بتاثر وحطيتيه دغري بالمصفاي كان هي النوعيه تكسر لك اجباري على وقد ايش بتسلقيها إيه شيف 10 دقائق 10 وهي سلقناها وخلصت هلا نجي لهون على الغاز مثل ما انت شايفه هون عندي اساسا حاطه في تحتهم قليت تبلت الدجاج ملح فلفل اهم شيء بودره بصل بودره ثوم ما حطينا هدول التنتين ممكن نفرم بصل ناعمه وثوم مهروس ونقليهم مع بعضهم ضفت من الخضره انتم فيكم تحطوا اللي بدكم اياه فيكم تضيفوا فلفله ملونه فيكم تحطوا جزر فيكم يعني انتم اختاروا اللي انتم بتحبوه انا اليوم بصراحه حابه بس درا وفطر لانه بصراحه بعشق هدول الاثنين حطيت الاساسيات اساسيات وفي كمان فلفله طعمها طيبه الفلفله الخضراء خضراء والملونه اجمالا تعطي يعني هي انت اضافات بقى من عندك بابريكا اوريجانو وشوي مبهار مدخن وفلفل اسود ضفتهم مع بعضهم تبلتهم ريحه رائعه صراحه شويه مازولا شويه زيت نباتي مع تبلت يعني دغري قليتهم وفوقهم ضفت مثل ما انت شايفه الفطر والذرة بلشوا عندي يستو هلا حنبلش هون نعمل هاي شو بدك لا نعمل البشاميل بدنا نعمل البشاميل هون عندي تقريبا هاي 50 جرام من الزبده انا رح اضيفها بلشت انا اساسا عندي لوتنا المعلقه كان لازم ناخذ معلقه ثانيه ممكن زبده نباتي او حيواني ما بتفرق شايف هلا انا بصراحه البقري يفضل بس حاليا صارت اقسم واطيب بس اقسم واطيب واغلب بلا ايه هي مأذية يعني اكثر هلا هي ما هي بتاذي الصحه صديق بتاذي الجيبه هي فرق بيناتهم هلا رح نقلب هون شوي انا بحب ضيف مع الزبده شوي زيت نباتي مشلين مشان عندي ما تحترق الزبده لانه عندي الزبده يعني هي دغري بتنلدع على النار ومتى ما انلدعت للكب صح يعني انتم لا سمح الله نسيتوا شوي الزبده تقولوا يلا هلا بنحط عليها الطحين بنظبطها للاسف يعني ما بتزبط لا لانه بتكون بتعطي مثل شنينه يعني هي انضربت انحرقت وبتضرب لك الاكله كلياتها صح يعني ساعتها بدك تضطري نعيد من اول وجديد بقى لا ممكن انا استغني عن شقفه من الهي او خليني واقفه جنب الغاز وما خليها تخرب هلا هو مثل ما نحن قلنا 50 جرام من الزبده بياخذوا معي 5 معالق من الطحين اوكي لحظة أنا بس دقيقتين بلشت عندي الدوب وإذا انتبهتي مشلين ليكي وقت بتحطي نقطة زيت نباتي ليكي على مهلة بقى بتصير يعني شوي أوكي بتصير على مهلة عم بتدوب ايه يعني أنا هيك بضمن إنه أنا ما عم لأنه هي شو بصير في معك من برا بتصير بتنحرق ولسه الزبدة عم بتدوب أو ممكن أقطع هيك قطعة صغيرة بس دائما نحن ستات بيوت دائما بنكون مستعجلين فبدنا نقطعهم قطع صغيرة خلص قطعة زبدة على السريع بيكون عندنا شغل عندنا صح بيكون في كذا طنجرة يعني على الموظفين ايه صدقيني مشلين انا برجع على البيت بطبخ بتيابي ايه انا على السريع انا عندي ماما مريضه من الباب للمطبخ بتخيل انه كثير ستات يعني بعرف حالي اساسا ايه بدي ارجع انا فورا والله دغري برجع فورا هي 2 3 4 5 عندي انا هي ما شاء الله الله يحميها بنتي الصغيره يعني انا بعرف يعني وقت بفيق الرجال بيسال مرة شو طابخه الام بتسالنا شو طابخه انا هل قد فرتوك يا عمري 4 سنين اول ما بتفتح عيونها هيك شو طابخه عرفتي حلو صباح الخير ماما صباح النور وما بتحب الطبخ يا
اختي بتحب الطبخ. ليش لا؟ بجوز تطلع مثل ماميتها. شايف في معلومه بيقولوها دائما عن الصوص البشاميل انه كل مقدار نفس المقدار من الطحين بيعادل مقدار من السمنه او الزبده اللي حاططيها. فهلا انت حطيتي تقريبا 50 جرام 5 معالق زبدة. يعني كل 10 جرامات تقريبا عم بتحط لهم معلقه طحين. ممكن بعد اذنك بس نشلين الحليب. اوكي هلا اهم شيء بالبشاميل انا بعد ما حمصته للطحين تكون ايدي سريعه. قبل شوي كنا عم نحكي فيها يعني الواحد ما بده يكون نايق دغري. نحط ثلث الكميه ونحرك بسرعه بسرعه. ليش بحرك بسرعه؟ مشان ما تكبكب. اوكي اذا كبتلت وبتصير كثير يعني بده يزيد عندك جلي طنجره ومصفاي. يعني بدك تحطي مصفاي وطنجره ثانيه وتصفيها وترجعي تصفيها. اكيد يعني ما بخلص شيء لانه متى ما كبتلتي اما بدك تحطيها على الخلاط. لا انا بلاقي انقلها من طنجره لطنجره وخلصنا. تمام يعني حلو. في حلول مو يلي بتكبتل مع البشاميل تمسكه وتكبه. لا يعني في حلول ثانيه. انت بتحبي حدا يطبخ معك مش كثير بالمطبخ؟ ما كثير. انا لا بالعكس انا بحب تكون 10 حوالي ما بعرف ليه. الا اللي اذا بدك انت اذا وحده كثير هي بتجلي وراكي لعبك. انا ما انا اخذت كانه دور الشيف حتى بالبيت. كثير مثلا اعطيني هي ناوليني هي تقوم تقول لي اطلع مالي عليك اطلعي برا المطبخ اطلعي برا بطبخ لحالي هيك بتقولي ما في غير بقول لها ناوليني هي هي تقول لي لا ماما اتركي الطبخه الله يرضى عليك روحي شوفي بنات انا بكمل الطبخه اريح لا تمام. يعني تفاصيل هيك كثير ظريفه عم نتعرف. هلا هون عندي رشه من الملح بعد اذنك مشلين هون كافيه عندنا جوزة الطيب. جوزة الطيب وعنصر ثاني دول دائما انا ما بستغنى عنهم بالبشاميل. يا عيني عليك الفلفل الابيض جدا رائع. في عالم تستعمل فلفل اسود عن جد بتكونوا خبصتوا البشاميل. لا البشاميل انا دائما قبل شوي كنت عم اقول على شغله انه نحن ما نحط مع البشاميل في هون مبروشين اي شيء فيه لون. في هون مبروشين ما طلعت معنا المبرشه زبده مين والله ممتاز. خلص يا عيني انا هي رشه هي لك يا عيني عليك هي هي هلا حنقيم ونحرك وهيك تقريبا صار عندي البشاميل جاهز. هلا بنضل طيب. عم نحرك لتسمك إيه. هلا بدنا ايه شو ايه هلا بدنا نجيب البريكس بدي احط مثل ما انت شايفين يمكن خلص وقتنا ما عاد بقى فينا بس انا بدي انطر شوي على البشاميل لحتى يخلص. بس مثل ما انت شايفه مش شو رح نعمل يعني رح نطبقهم تطبيق حنحط المعكرونه تحت حضيف فوق منهم هي طفينا الغاز. شوفوا كيف صاروا احلى هون كمان حنعملها طبقه ثانيه. تمام فيك تحطي مثلا طبقه معكرونه طبقه دجاج وخضره وبترجعي تبقى معكرونه لاني عرفتي يصير الدجاج بالنص دجاج معكرونه دجاج معكرونه ايه بس وكبسيهم شوي بايدك وبعدين حطي فوقهم عشان تطلع هيك ايه. واذا الاشقوانات عندك مبحبحين بالبيت كمان حطي بين الطبقات رشه بينات الطبقات وغوصي. يا سلام رح نشوف الغوصه اللي عم تحكي عنها باخر الحلقه. بس هي بالذات هي الاكله ما فيني اقرب عليها واخرب لكم اياها بقى حضل عم اصفر من البعيد. مضطرة فيني صافي ممكن تاكل معكرونه هيك ساده يعني عشان هيك زدتهم قبل شوي اكيد هلا صار الوقت نرجع لعند ورد. يسلم ايديكم الله يسلمك الله يسلمك الله يعافيك. صار الوقت مشاهدينا نروح لجولتنا المنوعة. شوي شوي عم توضح مظاهر سيطرة الذكاء الصنعي على العالم وحتى الروبوت صار موظف ببعض المهن وآخر موظف اللي تم تعيينه بمتحف دبي طبعا رح نتعرف عليه بجولتنا المنوعة. وكمان بدبي رحلة لسيارة طائرة صينية بالمدينة وبعدها على قطر وجولة بجناح تاريخ كرة القدم بمتحف قطر الوطني. وأخيرا شاب مصري تحدى الإعاقة وصار بطل برياضة السباق الثلاثي. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من دبي. متحف يستضيف النسخة الأولى من ميكا الروبوت الأكثر تطور بالعالم بسبب استخدامه للذكاء الاصطناعي وحركته الإلكترونية وتعبيرات وجهه وقدرته على التواصل البصري. وكمان بدبي انسقت أول رحلة لسيارة طائرة صينية الصنع ويمكن للمركبة حمل راكبين وتعمل بمجموعة من 8 مراوح وسرعة القصوى بتبلغ 130 كيلومتر بالساعة. وحتى
حننتقل على قطر. متحف رياضي جديد تم افتتاحه قبل استضافة البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022 بنوفمبر، وبيستعرض تاريخ كرة القدم قبل انطلاقه، وبيتضمن كرة من أول نسخة لكأس العالم وقمصان نادرة. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن شاب من ذوي الإعاقة بمصر، لكن عنده لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، هيثم عادل. بعد تعرضه لإصابة أدخلته بغيبوبة تحدى كل الظروف المحيطة فيه، وغير نظرة المجتمع ليصبح بطل الجمهورية ولاعب منتخب مصر للترايثلون. صباحكم خيرات عن جديد. وصلنا معكم المشاهدين لفقرتنا الطبية. غالبية الناس لما يلاحظوا شحوب أو تعب ببشرتهم يمكن يتجهوا لبعض الخيارات التجميلية والمستحضرات والكريمات، ويدوروا على حلول عديدة لمشكلتهم، ويلي ببعض الحالات ممكن يكون الحل هو معالجة اضطراب الهرمونات. نسمع كثير كمان سيدات بيقولوا انا عندي اضطرابات هرمونات لهيك عم بيصير معي كذا وكذا، يعني بيصير كثير قصص لانه في علاقه واضحه بين وجود اكيد اضطراب هرموني وظهور مشاكل بالبشره، وحتى كمان بالشعر مو بس بالبشره. ولا حتى نعرف تفاصيل هالتاثير المتبادل صار معنا بالاستوديو الدكتور زياد زود الاستشاري بامراض الغدد الصم والسكري ليخبرنا عن كل هي التفاصيل. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا الهرمونات بتتحكم بكل اعضاء الجسم، ومن ضمنها اكبر عضو اللي هو الجلد. خبرنا كيف ممكن فعلا الهرمونات تاثر على صحه الجلد ونضاره البشره والشعر، وشو هي اكثر الهرمونات اللي بتاثر فعلا؟ هلا في كثير هرمونات الحقيقه بتاثر، يعني نحن وجود الهرمون بشكل سوي بالدم كتير مهم. هلا الانسولين هرمون بيتحرك كتير باكل السكريات، تمام، وكل ما اكلنا سكريات اكثر كل ما زاد حتى عند الانسان الطبيعي افراز الانسولين، والانسولين هو الهرمون المسؤول عن زياده الدهن، يعني افراز الغدد الدهنيه بالبشره. وكل ما زاد افراز الغدد الدهنيه كل ما زاد حب الشباب، كل ما زاد مشاكل البشره. عشان هيك بنقول لهم كثير نحن لكل مشاهدينا قد ما بتقدروا خففوا سكريات وكتروا خضار طازجه موسميه، هي شغله كثير مهمه. الميلاتونين هرمون بينفرز من الغده النخاميه من القسم كثير صغير اسمه الغده الصنوبريه، هو مسؤول عن النوم، بينفرز بالليل، وكثير مهم نحن ننام ساعات كافيه وبالليل ننام مو بالنهار. يعني اكثر شبابنا شبانا وقت يكون في عندهم خصة ما عندهم شيء بيسهروا كل الليل وبيناموا بالنهار، وبالتالي بصير في اضطراب هرموني بإفراز الميلاتونين. والميلاتونين هرمون هام جدا جدا، هو مضاد أكسدة، هو بيساعدنا كثير على النوم، على النوم، وبيساعد كمان عند نعطينا بشرة ونضارة للبشرة. كثير بيقولوا احنا في عندنا سواد تحت العين، بيكون في تأثير كمان لنمط الحياة. نعرف قديش الكورتيزول اللي بينفرز من الغدة فوق الكلية، الغده بنسميها الكظريه، وهرمونات الشده النفسيه بشكل عام. احنا وقت نتوتر، وقت نخاف، وقت نتضايق بيزيد افرازها، حتى هدول الهرمونات يساعدونا نتغلب على الشده. بس اذا نحن الهرمونات عم ينفرزوا بشكل متكرر، اكثر شيء بيزيدهم هو الدخان، الارجيله، الشاي بكثره، القهوه، المته، الكولا، اذا كثرنا منهم بيزيد افراز هرمونات الشده النفسيه. نحن بنعرف الكورتيزول قديش افرازه سوي ضروري، وقديش زياده افرازه ضاره جدا وخصوصي للبشره. تمام. يعني بنلاقي اوقات عم يطلع شعر بمكان غير مرغوب، خاصه عند السيدات، عند الانسات، عم يتساقط شعر الراس بالمنطقه الاماميه، عم يزيد الوزن بمناطق ما بدنا اياها، خاصه مثلا منطقه الورك.
كله هي بسبب زيادة إفراز الكورتيزول اللي نحن بنزيده بنمط حياتنا السيء، إفراز الهرمون الغدة الدرقية، إفراز السوي. مشان هيك دائما بنتأكد إنه لازم نعمل TSH لو مرة بالسنة، لأنه إذا كان في إفراز سوي للغدة الدرقية أمورنا بخير، إذا كان في عندنا نقص أو زيادة بإفراز التيروكسين الغدة الدرقية هو الدينامو تبع الجسم، وبالتالي بيأثر بشكل سلبي. عندنا شغلة كثير مهمة وبدي أكد عليها، 99% من إفراز السيروتونين، السيروتونين هرمون كثير مهم بينفرز من البكتيريا الصديقة للجسم موجودة بالأمعاء، ونحن وقت ناخذ صدات حيوية على الطالعة والنازلة وجعني راسي أخذت حبة أوغمانتين، وقت بياخذوا حبة أو حبتين يعني بيكونوا هن أول شيء عملوا مقاومة لعمل الجرثومة، والشغلة الثانية قتلوا البكتيريا الصديقة اللي هي أكثر شيء مسؤولة عن إفراز السيروتونين، أول شيء هرمون السعادة هو بامتياز، وثاني شيء بيساعدنا مشان ندافع عن حالنا. تمام، وهذا كله بينعكس على البشرة بالنهاية. البكتيريا الصديقة للأمعاء هي مهمة للدافع عنا. تمام، يعني هي من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها موجودة عند أغلبية الناس للأسف في مجتمعاتنا العربية، إنه نحن بناخذ دواء الالتهاب إمتى ما بدنا. نحن سهولة أخذ الدواء عنا ببلادنا ما بنعرف قيمته. هلا ببلاد برا حتى حبة باراسيتامول بدنا وصفة لحتى ناخذها، هم بنروح لعند الصيدلي أي دواء ممكن ناخذه، وقت نوصف نحن كريم مثلا بيحتوي على شوية كورتيزون لفترة ضئيلة ارتاح عليه أو ارتاحت عليه بيستمروا. نحن امتصاص الكورتيزون عن طريق الجلد هو مثل امتصاصه عن طريق الحبوب الفموية تماما. تمام، بقى كثير الأمور لازم تكون بذهننا. تمام دكتور، أنت وعم تشرح يعني جواب على سؤال ورد كنت هيك عم بصفن بجوابك، قول يا ترى هل اضطراب الهرمونات ممكن يغير من ملامح الوجه؟ يعني نحن نوصل لهي المرحلة؟ نحن أوقات زيادة إفراز بعض الهرمونات مثل الكورتيزول بيعمل الوجه هيك مدور مثل البدر، يعني منظر، ومثل ما قلنا بيطلع شعر لمكان كتير مزعج، بيطلع هون، بيطلع بالسوالف، بيصير بطاقة شعر الراس، يعني بصير منظر وشنا كله بتغير شكله كل بشكل كلي. إذا كان عنا نقص بإفراز هرمون الغدة الدرقية بنقوم بجبجين، نقوم من الصباح بنلاقي كلنا يعني وشنا منفخ، وقت نتنفخ وقت يصير معنا أمساك وقت يصير في عنا بطء بحركاتنا، بس هي بتصير بشكل تدريجي ما بننتبه. قديش لازم ننتبه لهي العلامات دكتور؟ يعني نحن كثير بنبرر إنه أنا بنفخ وشي مبشبش تحت عيوني، أنا امبارح أكل مخلل، امبارح أكل ملح، دائما بنعزي القصص. لازم نحن دائما نتجه للطبيب المختص ونعرف شو بدنا نحلل، مو نروح كمان لعند المخبر، لأنه كمان تحليل الهرمونية تحاليل مكلفة نسبيا. لازم نحن نعرف شو نوع التحليل بدنا نطلبه لحتى. طيب دكتور نروح لشيء كمان مؤرق، يمكن والله ما فيني أقول للنساء أكثر من الشباب، لأنه الشباب والرجال وأيضا السيدات والصبايا عم يعانوا من هالقصة، موضوع الشعر، تساقط الشعر، صحة الشعر، التكسر، التقصف إلى آخره. قديش الهرمونات بتلعب دور بموضوع صحة الشعر؟ ورد، هو الشعر هو مرآة للجسم، يعني إذا نحن عم ناكل أكل صحي، عم بننام منيح، عم نعمل رياضة، عم نبتعد عن مثل ما قلنا الدخان والأرجيلة، نحن هرموناتنا رح تكون سوية وبالتالي رح تنعكس بشكل إيجابي. زيادة الهرمون الذكري عند النساء بيلعب كتير دور بتساقط الشعر خاصة بالمنطقة الأمامية، وإله علاقة بزيادة الوزن، لأنه بيتحول قسم من الهرمون الأنثوي لهرمون ذكري بكل ما زاد سماكة الطبقة الشحمية. كل ما زاد الوزن كل ما انقلبت الهرمونات عند النساء قسم منها لهرمون ذكري، وبالتالي رح تأثر بشكل سلبي. وفي علاقة كتير كمان بين قديش نحن نمط حياتنا، نحن عم نعمل رياضة، عم نعرف شو ناكل، عم ينعكس إذا عنا أي مرض معين ما نو معالج بشكل مزبوط رح ينعكس كمان بشكل سلبي. أوقات مثلاً بصير عن ترفع حروري لفترة معينة، ناخد كمان نحن أوقات بيكون شغلة فيروسية، لو مرت جائحة الكورونا ناخذ انتيبيوتيك، اول شيء الانتيبيوتيك ما بيقتل الفيروس، الشغله الثانيه بنقتل الفلورا المعويه اللي عم نحكي عليها، والحراره بتؤدي لتساقط الشعر. عمر جذر الشعره هو 6 أشهر، يعني نحن اذا عندنا خلل معين لازم كمان نعرف شو هو الخلل ونصلحه حتى ما ينعكس. تمام، نحن بنروح عند الدكتور مثلا ان كان جلديه او ان كان هرمونات فبيعطينا العلاج،
فمنقول بعد شهر ما استفدت انا ما عم يطلع الشعر او طلع ورجع هر يوم وليله القصه إيه. لا بده وقت لحتى يتحسن هي اول شغله بس نعرف بالضبط نحن شو السبب ونعالج السبب كمان استعمال بعض المواد التجميليه الخاطئ وال يعني اللي مؤذي للشعر كمان هذا بدنا اضطراب هرمونات الغده الدرقيه بتنعكس على الشعر دكتور اكثر شيء بياثر على الشعر هو اذا كان في عندنا اضطراب اذا في كان زياده افراز او نقص بالافراز بصير في تساقط بالشعر طيب. هي شغله كثير مهمه اكثر هرمونين بياثروا هن الهرمونات الجنسيه في كمان يعني الرياضيين بياخذوا هرمونات لحتى او هذا بياثر بشكل سلبي كثير انا ما شفت حدا اخذ كورس هرمونات بالنوادي الرياضيه الا عنده صلع طبعا في طبعاً. علاقه مو بس صلع بصير في عندنا حب شباب بالوش وبالجسم بصير في البشر الجلد كله بشقق يعني تاثر بشكل سلبي الهرمونات الجنسيه اذا كانت عم يعني هي تكون بشكل سوي ومتوازن تاثيرها ايجابي بس يزيد بصير سلبي ونحن بنعرف انه عند السيدات بس عندهم سن انقطاع الطمس كمان رح ياثر بشكل سلبي على موضوع البشره والشعر بس احنا في عندنا شيء طبيعي خلينا نقول نوع من النباتات اللي بناخذها باشراف طبي كمان مو اي شيء عشبي مثلا السيراميكي بياخذوه اذا عندهم امساك وهذا مخرش جدا للجهاز الهضمي اوقات بيعمل حتى نزوف يعني مو اي شيء عشبي هو امن في نوع من الفطور بناكله هو سام ومميت صح ما كل شيء اي شيء عشبي نحن نتناوله بيكون تحت اشراف نتناوله واكيد لازم يكون يعني صحتنا جيده ما يكون عندنا مشكله صحيه بما انه عم نحكي عن هذا الموضوع وحضرتك استشاري بامراض السكر دكتور يلي عندهم مشكله بالسكر ويعني ارتفاع بمعدلات السكر الدم فينا نقول انه هن بصير عندهم مشكله بالبشره او حتى بتساقط الشعر طبعا نحن كمان السكر الطبيعي كثير مهم توازنه لحتى ياثر بشكل ايجابي على البشره وعلى الشعر وعلى الاظافر اغلب المرضى اللي عندهم سكري بيقيسوا السكر فقط على الريق قياس السكر على الريق ما هو كافي على الاطلاق يمكن بيعطي 10% فقط بدنا نشوف السكر على الريق بدنا نشوفه بعد الطعام بساعتين ما ضروري نشوفه مرتين بالنهار بس بدنا نقيسه مثلا يوم على الريق بكره بعد الفطور بساعتين بعد بكره بعد الغداء بساعتين ناخذ فكره يكون تحت ال 160 ملي جرام عند مريض السكري ويكون مخزون السكر خضاب السكري تحت ال 7% شغله هامه اللي عندهم سكري تحت 7% لمرضى السكر لمرضى السكري عند الانسان تبعي تحت ال 4.5 خضاب السكري كنت عم بقول انه شغله هامه انه اللي عنده سكري شبابي بتعالج حصرا بالانسولين فقط الانسولين ونحن في عندنا انواع من الانسولين المماثلات هي موجوده بالعالم من سنه ال 95 رح يصير اكثر من 27 سنه موجوده عالميا الانسولينات المختلطه التغيت عالميا بس نحن بعدنا عم نعطيها هون لرخص ثمنها بسبب الحصار علينا بس الوضع المادي بيسمح له وخصوصا الاطفال لازم نعطيهم انسولينات المماثله اللي هي بتقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه هالشغله كثير كثير مهمه وبعدين هبوط السكر وارتفاع التذبذب كمان مؤذي جدا يعني يوميا بتلاقي نزل لل 40 وطلع لل 400 عند الانسان عم ياخذ انسولين مختلط لانه ما عم يعدد وجبات الطعام هي كلها شغله كثير كثير مهمه كثير في دراسات بقراها بمنظمه الصحه العالميه بتنشر ريبورتات عن خطورة السكر على البشرة بيحرق البشرة حرق بيقولوا قديش هذا الكربون اللي موجود بالسكر عم يأذي البشرة ويخنقها خاصة الهالات السوداء حول العين طب دكتور هون في سؤال قديش نحن ممكن نوازن هرموناتنا بحيث ما تتأثر سلبا بشرتنا وشعرنا شو بدي بلش إذا هرموناتي مخربطة فعلا أو أنا رياضي أخذ كورس هرمون يا أخي كمان ما بدنا نلومون كثير كيف بدي بلش نظف جسمي؟ هلا هو كلمة كمان تنظف الجسم ما أنا يعني دقيقة ما أنا دقيقة هاي اللي بنحكي بالمصطلح العام طبعا مصطلح الكوتش بيقول لك بدك تنظف جسمك بيجي لعنا يوميا الرياضيين اللي عم ياخذوا هرمونات وصار تأثير سلبي وقت غير عكوس ما بيتراجع أنا بفضل إذا بدنا ناخذ كورس نشوف الطبيب حتى لو على مضض بدي يعطينا الطبيب هو شو بدنا ناخذ نحلل الكبد نحلل تماما قبل ما نبلش وإذا بدنا ناخذ شيء يعني اقل اذيه رح اقول ما انه كله بؤذي بس اقل اذيه في كورسات اقل اذيه من كورسات ثانيه هي اول شغله الشغله الثانيه نحن مده الكورس كمان مهمه واثناء وخلال المده نعمل تحاليل نتاكد انه ما صار في عندنا مشاكل اوقات بياخذوا انسولين الانسولين كلنا عم نقول نحن
هرمون مهم كتير للإنسان، بس يكون بشكل سوي، لأنه حتى تحريضه الإنسان اللي ما عنده شيء ما عم ياخد كورس عم ياكل سكريات بشكل مستمر رح يزيد إفراز الإنسولين. صح. أكتر يعني طعام محرض للإنسولين هو السكريات، خاصة إذا كانت سكريات سريعة الامتصاص. يعني إذا كلنا تفاحة غير ما نشرب عصير تفاحة، وإذا كلنا برتقالة غير ما نشرب، لأنه وقت نشرب العصير رح يرتفع السكر بسرعة ويحرض إفراز الإنسولين بسرعة، والإنسولين إفرازه السريع كتير مؤذي للبشرة. دغري بيزيد إفراز الغدد الدهنية، واستنسد الخلايا الدهنية دغري بيعملنا مشاكل. إحنا بنعرف أكثر مشاكل البشرة هي البشرة الدهنية يلي بسبب نحن نمط حياتنا الغير صحي. تمام. وقلنا الميلاتونين قديش هرمون مهم لكل الجسم وللبشرة، وبينفرز بالليل الميلاتونين. قديش كثير مهم نحن إنه نعرف يعني هالأمور. يعني الميلاتونين حتى عم ينباع له بالصيدليات عالميا قديش هو مضاد أكسدة ومهم، بس نحن بنفرزه داخليا. إذا عرفنا ننظم أكلنا والفلورا المعوية، طبعا ما بدنا ناخذ سعرات حيوية، وبدنا يكون أكلنا صحي. يعني الأكل الخضار الطازجة، الأكل على مهلنا، كله هذا بيساعدنا إنه الفلورا المعوية تزيد ترمم حالها ترجع تتكاثر. البشر أوقات في منهم بيستعملوا كيس الحمام وقت يتحمموا عم يقيموا فكروا إنه هندول وسخ، هي الطبقة اللي بتحمي الجلد بصير نفرك بالحمام. وكل ما طلع أكثر كل ما كان أنضف. هي كتير يعني عم يقيم نحن البشر الطبقة الواقية للي ما بدنا غير إذا متحمم بشكل يومي بإيدينا بنستعمل صابون كتير يكون مثل الغار يكون لطيف على البشرة كافي. طبعًا. مع المي. طب 30 ثانية عم يقولوا لنا لازم نختم، في مراهم وكريمات فيها هرمونات، قديش هي لها فائدة خاصة مثلا السيدات المرضعات بيقولوا لها تشقق الثدي، في لتشقق الجلد، في منها هرمون، فعلا في الكريم تبع الهرمون بيعوض عن الهرمونات؟ لا، نحن إذا في عنا تشقق بالثدي أو شيء بنستعمل البانتينول، بنستعمل أوقات كريمات فيها اليوريا، هي آمنة، لأنه التشقق إذا أعطيت كورتيزون بيزيد التشقق. بدنا نعرف إذا في عنا شيء إنتاني نعطي أنتيبيوتيك موضعي بالكريم للتشققات، أوقات إذا في عنا التهاب بدنا نعطي أنتيبيوتيك، بس بده يكون طبعاً عن طريق الطبيب نتأكد إنه في عنا أوقات إنتان لنعطي. بس الكريمات بتحوي على البانتينول، بتحوي أوقات على العسل موضعياً آمنة. أوكي. بس بدنا نعرف إحنا شو نستعمل. تمام. ما نكرر الكريم لوحدنا بدون استشارة طبية، إنه حتى بعض الكريمات بتحتوي على الكورتيزون وقت في شيء حساسية نتحسن عليه، بس نستعمله الأربع خمس أيام بس. أوكي. تمام. قديش للأسف دكتور يعني أوقات بنعمل أشياء كتير بنفكر إنه نحن عم نفيد حالنا وإنه هي جدا صحية، وأبسط مثال كاسة العصير البرتقالي اللي حكيت عنه قبل شوي، بالمقابل بنكون نحن عم هلا كباية عصير البرتقال للأطفال تحتوي على الكالسيوم قد كباية الحليب. إذا طفلنا ما عم يأكل منيح فينا نعطيه كباية عصير لأولادنا، بس مو نحن الكبار ناكل، اذا اكلنا منيح ناكل برتقال احسن. تمام. بدنا نشكرك كثير دكتور على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، يسعد صباحك. صباح دكتور. صباح الخير. صباح الخير. كنا عم نحكي ببدايه الحلقه انا ومشلين عن موضوع القراءه واهميه القراءه وقديش هيك نقدس شيء اسمه كتاب. لطالما كان الكتاب السوري مميز بأنحاء الوطن العربي بمضمونه وشكله وجودته ومحتواه ومؤلفينه، لهالسبب حرصت المؤسسات الثقافية الوطنية إنها تخلي الكتاب المطبوع متاح وموجود دائما للقراء. من هذا المنطلق وبمشاركة 50 دار نشر انطلقت يوم الأربعاء فعاليات معرض الكتاب السوري بمكتبة الأسد الوطنية. تماما ورد، وهذا المعرض أكيد حمل عنوان نقرأ لنرتقي، ضمن مشاركات متنوعة وعناوين كتب جديدة جمعت مختلف المجالات إن كانت الثقافية الفكرية الأدبية وغيرها. لحتى هيك نكون بهي الفعالية مع بعض، خلونا نتابع هذا التقرير لغياث منصور. الكتاب السوري بخير، دور النشر السورية بألف خير.
بعنوان نقرأ لنرتقي انطلقت فعاليات معرض الكتاب السوري الذي تنظمه وزارة الثقافة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وبحضور الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة بدمشق، وذلك بمشاركة 50 دار نشر تتضمن عناوين جديدة في مختلف المجالات الثقافية، السياسية والاقتصادية وحتى الفكرية والأدبية. ويشغل عالم الأطفال حضوراً خاصاً من كتب المعرض، حيث تشارك فيه 12 دار نشر متخصصة بهالمجال، وتقدم تجارب وكتباً حديثة على مستوى المواضيع والأفكار والطباعة والألوان. وخلال فترة المعرض الممتدة من 12/10 وحتى 22/10/2022 سيشهد العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، المرافقة منها عرض 6 أفلام سينمائية من أحدث الإنتاجات السورية، وحفلان موسيقيان، وندوات فكرية وثقافية يشارك فيها عدد من الباحثين والمفكرين والأدباء، إضافة إلى إقامة العديد من حفلات توقيع الكتب لأدباء وشعراء وكتاب سوريين. المعرض مهم في هذا الوقت وفي كل الأوقات، لابد أن الكتابة والقراءة لابد أن تكون هي العماد الرئيسي لبناء الفكر، هذا أمر مفروغ منه ومسلم به. في هذا الوقت بالذات يظن البعض بأن سوريا مخنوقة، سوريا محاصرة ومشلولة. لا، نحن محاصرون فعلا، لكن فكرنا يعمل وإرادتنا قوية وأملنا كبير بأننا بعملنا سنغير الواقع. هناك 12 دار نشر مختصة بكتب الأطفال، وهذا أمر أيضا يبشر بالخير، هذا دليل على أن ثقافة الطفل نحن معنيون بها، الجميع يدرك أهميتها، وهذه نقطة قوة في المجتمع السوري. طبعا هذا المعرض يضم أكثر من 55 دار نشر، دور نشر سورية تشارك بعناوين جديدة، بعناوين متنوعة بجوانب مختلفة من الثقافة وجوانب العلوم المختلفة، المعلوماتية، الكتب الطبية، الهندسية، وأيضا الكتب الثقافية والفكرية والفلسفية المختلفة، الاختلاف الأنواع الكتاب. فبالتالي بالفعل هناك زخم في المشاركة، هناك عناوين أكثر من 1000 عنوان لأول مرة تعرض ضمن معرض الكتاب. صناعة النشر في سوريا ما تزال بخير، لأن جميع دور نشر المشاركة في هذا المعرض هي دور نشر سورية، فنستطيع أن نستنتج أن الكتاب السوري بخير. بالنسبة للقارئ أيضا هذه فرصة، بدلا من أن يذهب إلى السوق وينتقل من مكتبة إلى مكتبة، فهنا يجد أحدث ما نشرته جميع دور نشر السورية تقريبا. عندما يكون هناك ضغوطات اقتصادية خانقة يصبح من الصعوبة بمكان على الإنسان أو على القارئ أو على المتلقي أن يذهب لاقتناء الكتاب. عندما تقام هكذا معارض وبأسعار منخفضة أو مخفضة، فهذا من شأنه أن يشجع القارئ على اقتناء الكتب وعلى شراء الكتب. عندنا إصدارات متنوعة، يعني إصداراتنا تشمل تقريبا كل شيء، أدب، فكر، مذكرات، سياسة، ومؤخرا كان لنا عمل مشترك من نوع خاص مع الفنان بديع جحجاح يلي لخص أو كتاب لخص مسيرة 10 سنوات بهي الحرب. هو شو عمل الحقيقة الفنان بديع جحجاح؟ مثل ما كل الناس بتعرف اشتغل كتير بهيدي ال10 سنوات، بقي مآمن بسوريا، عمل كتير قصص لينشر المحبة من خلال الدرويش، من خلال طريق الحبا. الدرويش كان لمرافق الحرب، بيحكي عن مجموعة ومنظومة رمزية بتصدر مفاهيم العلاقة بالوعي. من عنوانه واضح انه درويش من حبق. نحن الوقت اللي بنحكي على انه الانسان درويش على باب الله، ان كان فقير او غني، كلمة حبق نحكي على 3 حروف فيها، أول حرفين فيها حب، والحرف الأول والأخير حق، وعكس الكلمة قبح. فاليوم نحن ما بنقدر نزيح هذه الغمة وهذا الحال اللي صاير إلا بوعي هدول المفردتين اللي هن الحب والحق. منشارك من هون أكثر من 20 سنة، دار قديمة ومتخصصة فقط بالأطفال، حروف مقطعة بتلاقي بداية ووسط ونهاية مشان يقدر هو يشكل كلمة، عاملينها طريقة مفرغة وفي طريقة بزل كمان بتساعد كتير الأطفال يعني هاي على التعليم قبل اللي، وكلها مغناطيسية، يعني بتقدر مثلا تجيب له لوح وهو بيلصق عليهم الحروف. معا لدعم القراءة والتعلم وزيادة الثقافة، معا لمحاربة الجهل والأمية، معا لنبني جيلا محب للكتب، محب للقراءة،
جيلاً مثقفاً قادر على مواجهة كل الصعاب بالعلم والثقافة. معاً نقرأ لنرتقي. صارت معنا مدام نجلة أباني لحتى تخبرنا تفاصيل كثيرة عن أبراجنا وحظوظنا وكيف رح تكون هيك الأيام القادمة. صباح الخير نجلة. صباح الخير يا مدام. في تغيير بالكواكب؟ لا 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 ما بقى في تغييرات ل 23 بالشهر، يعني 23 رح تتغير الشمس والزهرة كمان رح يعني تدخل على برج العقرب. يعني 10 أيام ثانية. إيه بس الشهر الحار هو الشهر اللي رح يبلش فيه تراجع المريخ اللي هو 31/10. أنا بظنه رح يكون عالمياً هذا التاريخ مهم، أو الشهر القادم رح يكون مهم. صار لك فترة عم تقولي الشهر الإدارة. لا هي لأنه سنة النمر دائماً بتبقى سنة عنف، أو سنة يعني سنة النمر نمر إيجابي وحار ونمر يعني مو مزح. تمام. فما بالك أنه في تراجع بالمريخ. يجعل أيامكم سعيدة، ضلوا دائماً بخير. اليوم 15/10 15 أكتوبر، تمنياتي الجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد إلى جانب الزهرة إلى جانب الشمس 3 في برج الميزان، عطارد للسفر بالأوراق، الزهرة للحب والارتباط والعلاقات مع الآخرين، 3 في برج الميزان و3 عاملين مشاكل أو عاملين بعض التعب لمولود الحمل، لمولود السرطان، مولود برج الجدي، بالذات ماليا وشخصيا، يعني الأمور على الصعيد المالي والشخصي لا تعتبر الأفضل. أما وجود المريخ مثل ما عم نقول في برج الجوزاء فعامل شوية مضايقات نفسية صحية للعذراء، للقوس، للحوت. هلأ أنا عم شوف العذراء نفسياً أكثر من صحياً، بينما قوس وحوت لازم ينتبهوا بشكل عام جسدياً حتى. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم في عنده تفاؤل أو ثقة بالنفس، أو عم تفرح للمحبة أو عم تستعجل الحلول. على كل حظوظك مساعدة لتأمن أمورك، لتاخد قرارات يمكن الأمور مستقرة نسمياً، لترمم بعض العلاقات خاصة مع أهلك، مع أشقائك، مع الذكور بأسرتك، في محبة عم تتدفق حواليك هاي الفترات. وعلى غير العادة برج الحمل لطيف اليوم، لطيف مولود برج الثور اليوم عم بيناقش بعض الأمور المالية والحياة عم بينظم مدخوله، لكن المشكلة في مفاجآت واردة بهاي الأيام. أنا بشوفه شهر للصرف على كل الأحوال، للصرف على طعام، على لبس، على متطلبات رفاهية أكثر ما يكون على أشياء أساسية. لذلك خلينا كتير ننتبه إنه المال عم يطلع من إيدك بدون ما تعرف وين عم تحطه، والحياة عم تصرف أكثر مما يجب. لسه القمر ببرجك عزيزنا مولود برج الجوزاء، صار له يومين ثلاثة عم يحملك ظروف مناسبة لتحسن علاقاتك مع الآخرين، ليكون عندك نوع من أنواع الإبداع، سواء بالنقاش، سواء بأنك تلاقي حلول، سواء لتتباهى بجاذبيتك. أمورك العلاقة بقضاء أوقات جميلة، عم تهتم بأمور العائلة، يعني الأمور جيدة بالنسبة لك بهاي الفترات. برج السرطان انت اللي مانك مرتاح، والحياه اصلا هذا الشهر متعب، فما بالك هاليومين اللي مانن مريحين. تجنب الاوهام، تجنب القيل او القال، مكسل، ضايق خلقه، بأفقف، مو عاجبه العجاب، في شيء ممكن عم بيخليه عصبي شوي، او يعني مثل كانه ضايق خلقه انه خلص خلص ما عاد بدي، يعني ما فيك ما عاد بدك. الحقيقه هي الفترات ليست للحلول ولا للقرارات أنا برأيي، لأنه حتى القرارات تاخده هلأ المسح تنقضه. اليوم للآمال لمولود برج الأسد، لأمور مستقبلية، لصداقات، لأجواء مفرحة. وصل يومين ثلاثة له علاقة بسفر، بالزيارات، بكسب تأييد، بنوع من أنواع الالتزام، في شيء عم يرضيه وعم يساعده مولود برج الأسد، في شيء له علاقة بضيوف، باستقبال الناس من سفر، انت مفكر تسافر، حياة أسرية عائلية جيدة. لست في حالاتك الأفضل مولود برج العزاء، هو هاليومين الحقيقة ابتعد عن الشجارات، مكركب شوي، صار لك يومين ثلاثة عندك تشنج أو عدائية أو مستهدف على الصعيد العملي، أو أنت وسط منافسة ربما، أو ردود هيك فعل شوي عصبية أو متسرعة.
هلا انا بقول هاليومين ثلاثه كانوا للاحباط او الياس، اليوم ها تكي افضل، تكي صغيره بدك تستنانا لبكره. عم بيعيش مولود الميزان ساعات فرح ومحبه، يمكن بسبب انه عم يقبل اعتذارات، عم بيحاول اصلاح بعض الامور، عم بيكون عنده مصالحات ربما، او عم تنفتح امامك مجالات جديده، يعني عم تاثر على سلوك الاخرين بشكل جيد وعم تدخل بنقاشات، ويوم فيه شيء ايجابي، قصه ماليه، قصه شخصيه، عندك خيال ايجابي ولازم للابداع بهي الايام وللتعلم. العقرب كمان الامور بالنسبه له جيده، عم تنال مدح على انجاز انت عامله، أو ناس عم بتمدلك أيادي معونة أو مساعدات. هي هاي الأيام أنت متيقظ للتفاصيل، فعلياً في دعم، أشخاص غاليين على قلبك يمكن أنت عم تساعدهم أو عم تتلقى مساعدات بالحدود الدنيا، نصايح من ناس أنت بتحترمون أو قصص مالية ممكن ترتبها. على كل في دعم وفي محبة. لست في حالاتك الأفضل مولود برج القوس، الحياة صار لك يومين ثلاثة بكركب ما كتير مبسوط، يعني مو بس اليوم، قصدي صبرك قليل، عيونك هيك عم يتحركوا بعصبية، ويمكن عم تواجه صعوبات. ما بعرف قد لازم انصحك تبتعد عن النزاعات المحتملة لأنه ممكن تؤدي هالكم يوم إلى خسائر، سواء صحيا سواء على المستوى الشخصي. يعني أنا بفهمك في شيء صاير حواليك عم تشعر أنه مو صح، إيه بس هذا ما بيعني أنه أنا أعمل مشكلة طويلة عريضة ممكن لا سمح الله وصل من خلالها لشيء له علاقة بحوادث لا أتمنى عموما. مولود برج الجدي 100,000 قصة شغلته اليوم، وحط قدامك جدول لتكمل مهامك الضرورية. اليوم سبت بسوريا يفترض عطلة، بس يمكن أنت مثلنا مو معطل، أو لا عندك 100,000 قصة عم تحاول تعملها، تتحكم بمحيطك، ترتب أمورك، تهتم بنفسك ببيتك، عم تشتغل أكثر مما يجب، ويعني هاي الأيام أيام لتخلص شغلك الحقيقة، أو لتشعر المساء أنك تعبان ومرهق، وممكن يكون في سبب له علاقة بالتعب الصحي. ما في تعب صحي سيء، بس هو حاسس مولود الجدي أنه ما في مساعدات، ليس فقط بالعمل ولا بشي هاي الفترات. اليوم إذن عم تسمع له لمولود برج الدلو، ما بعرف في شيء من التفكير الإيجابي قادر تقنع من حولك بوجهة نظرك، ويمكن عم تبذل جهود إضافية، عم تشرح وجهة نظرك، عم تحكي، عم تناقش، عم تحاور، عم تسأل، عم تستفسر، عم تسوي أوضاع. يعني أنا بشوف أمورك إيجابية، أنت تحسم بعض القضايا المعلقة. مولود برج الحوت، أنت اللي مانك مرتاح وصلك يومين ثلاثة مكركب، ما بعرف في توترات أو ضغوطات حواليك، أو عم بتضخم بعض الأمور الصغيرة. من المفيد وقت اللي بنغلط نعتذر. هلأ أنت بتخجل تعتذر، بس هذا الخجل من الاعتذار بيخلي الأمور بالمجمل سيئة بالنسبة لك، أو خليني أقول تزداد سوءاً. يعني إذا كان أنا غلطان لشي غلط فالاعتذار ممكن يمحي، أما وقت اللي بدي بطل اعتذر كل ما المشكلة ممكن تتفاقم، وهذا ما لا أنصحك به. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 15، وأتمنى له السعادة. بيعرف كيف يجامل، كيف يتعرف على أصدقاء كثر، شخص بشك بنوايا الآخرين، يمتلك مرح، حس من الدعابة، شخص بيتعلم، عنده نهم للتعلم، ما يفيده وما لا يفيده، بحب الناس، علاقاته مشكلته أنه مو طويلة الأمد، مزاجي بالاتصال بأصدقائه، بس مرح، يؤمن بالتجديد، ذكي، حضاري، بصيرته نافذة، ويبحث دائماً عن هيك حنية أو مساعدة يقدمها للآخرين. طبعاً سنة أنا بعتبرها كتير مهمة على صعيد ارتباط وعلى صعيد عمل، وليس على الصعيد المالي، لأنه أصلاً أمورك المالية لا تعتبر كتير مريحة أو تعتبر الأفضل. فادي ابن سهيلة، أمورك مانا كتير الأريح يا فادي، الشهر القادم رح تكون أفضل بكتير. محمد ابن نعيمة، برجك الصيني هو برج الهر الصيني، يعني السنة القادمة سنة حظك يا محمد، وسنة تعتبر جيدة جدا بالنسبة لك. طبعا انتبه ماليا وصحيا. ليمان، ما بعرف هو هذا الاسم شاب ولا صبية، بس بكل الأحوال الأمور جيدة، لكن ليس عائليا، في نوع من أنواع الكركبة العائلية كأنه حواليك.
شهد بنت عائشة، يسعد اوقاتك يا شهد، والله امورك ايجابية او ضمن اطار الايجابي، يعني معنا كتير تعتبر فيها مساوئ. ملاك عم تقلي عندي بكالوريا، والله بكير يا روحي حكيت البكالوريا، وعلى كل انا بقول البكالوريا دائما بدها دراسة يا روحي، ولساتها باول السنة، بلشي خلصي اول باول ولا تأجلي امورك. طبعا انا كنت عم جايب ملاك. حيدر 98، يسعد اوقاتك يا حيدر. حيدر لا، الشيء اللي ما كتير بفائل انه هالشهر مو كتير مريح العاشر، بس الشيء اللي كتير بفائل انه ال 11 و 12 فيهم نوع من انواع التغييرات، ويمكن خبيت لك مبروك هاي السنه لو بيضل يوم واحد من هذا العام. ان شاء الله يا رب الله يقدم فيه الخير للجميع ويفرح قلوب الجميع. امين يا رب. يعني مو شرط اذا عم بتقول شهر 11 رح يكون ناري، لا 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 يكون على الكل، لا انا عم بحكي بالعموم. تمام. بس بالعام اصلا. تمام. مو بشكل شخصي. اوكي، شكرا لوجودك مدام، يسعد صباحك. يعطيك العافيه. نزلة صار الوقت مشاهدينا نروح لطبقنا بشكل نهائي. يا صباح الخير عن جديد. يا صباح بسرعة لأنه ما ضل معانا كتير وقت، مثل ما أنتم شايفين هيك صارت عندي، صارت جاهزة، صارت بس بدها هيك غوصة من هون، كبنا ناخدها نشوف المخرج هيك. تمام. وحننزل كمان، وأنا عملت طبقات معكرونة، دجاج، بشاميل، أشقوان، ورجعت كمان مرة تانية. يا سلام. لا لأنكم عم تطلعوا فيها، صدقوني لأنه عم تطلعوا فيها. طرقناها عين. طرقناها عين. لا يعني هي بدها تبرد شوي لحتى تتماسك. يا سلام، بدها غوصة بقى. المخرج لا تأخذ اللقطة. شكرا يا سيدتي، يعطيك ألف ألف عافية. يعطيك العافية. شايفوا أكيد نقول الشكر موصول لكم متابعينا. إن شاء الله يا رب هيك نكون قدرنا أنه نعمل تشكيلة من الفقرات والتقارير، ويكون في طاقات إيجابية كتيرة دخلت لبيوتكم. إن شاء الله يا رب. بكرة موعدنا على 10:15 بكون حامل لكم كتير فقرات بتهمكم. تضلوا بألف خير.